ازيك يا حسن؟ ازيك يا مان؟ جبت لك شويه رز بلبن. انا مش عارفه اودي جمالك فين. كفايه بقى كلام ده عندي المرحله دي. فيك ايه يا حسن؟ عندي شويه مشاكل في الشغل مش عارفه احلها ازاي. ينفع اسالك ايه المشكله ولا؟ طبعا ينفع، بس في شويه مخالفات بتحصل في الشغل ولو وافقت عليها هبقى بشارك فيها. طب توافق ليه؟ ما تريح ضميرك وتقول لمديرك. طب لو قلت لك ان مديري شخصيا هو اللي مصر عليها وانا مش قادر اطوع لاني هبقى بخالف ضميري. اوعى تخالف ضميرك يا حسين، مفيش اي حد يستاهل انك تعمل كده عشانه. هتستفيد ايه لو كسبت العالم كله وخسرت نفسك؟ كلامك سليم، بس حتى لو قلت لك ان اللي انت بتقوليه ده هيخسرني شغلي وهرجع تاني عاطل لشغل وانا مش عارف. حتى لو خسرك العالم كله ربنا هيعوضك بشغل انا احسن. في ايه يا حسين؟ احنا ناقصين؟ انت شايفه كده؟ كل واحد لازم يحط خطوط الحمراء لنفسه، ما يستناش حد تاني يحطها له. ده لو انت عايز تعمل حاجه صح في حياتك.